تحت شعار سوريا تستحق منا كل الجهد والعرق والعمل ونحن لن نبخل عليها بشيء كما لم يبخل أبطالنا بدمائهم وأرواحهم، أقام الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة اللاذقية نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام مؤتمرا تم فيه طرح مجموعة من المتطلبات والاستفسارات، كما تم الرد عليها من قبل المعنيين في النقابة أملا منهم بتنفيذ هذه المتطلبات وفق القوانين اللازمة. ما يهمنا أكثر شيء هو ما يخص بالعمل المهني، يعني المهني، فمن لباس عمالي سيتابع بالمرحلة القادمة، واللي أخذ حيز جيد بالمناقشات وبوجود السيد مدير التربية، وسنعمل فريق عمل واحد النقابي مع الإدارة بالتربية لتحسين اللباس وتخديم العامل باللباس ما أمكن، يعني من حيث الجودي ومن حيث النوعي ومن حيث رصد الاعتمادات اللازمة في العام القادم. سلطنا الأضواء على النقاط الحاصلة من تقصير بالنسبة لموضوع الضمان كتعاقد بعض الأطباء، منلاحظ نحن الأسماء شيء والواقع شيء آخر. نحن اقترحنا تحسين هذا، أولا تشميل كافة عمالنا بما في أسرهم وحتى المتقاعدين بمظلة الضمان الصحي. اثنين، أن تكون البطاقة سارية المفعول على امتداد ساحة القطر وليس حصرا على مثلا المحافظة الذي ينتمي إليه العامل. ثالثا، أن تكون معتمدة لدى الطبيب البطاقة ورقمها وليس الدخول حسب عن طريق الشبكة. مؤتمر نقابة الطباعة كان مؤتمر غني بالطروح التي قدمت فيه والتي ركزت على قضايا مطلبية وطبعا غير مطلبية، كان تركيز واضح على موضوع اللباس العمالي سواء في الجامعة أو في مديرية التربية، طبعا وفي قضايا أخرى طرحت منها السكن العمالي. تحدث رفيقنا رئيس اتحاد العمال أن السكن العمالي إن شاء الله في طريق تأمينه. حضور كان جيد، تفاعل كتير كويس، في مطالب محققة، هذه المطالب راح تكون موضوع اهتمامنا خلال المرحلة القادمة. تثبيت العاملين في جميع دوائر الدولة الذي مضى والعقود الذي مضى على مدة عملهم سنتين. ثانيا، طرحنا موضوع انه بنتمنى وبنطالب من جميع الجهات انطلاق قناة فضائية من اللاذقية، وطرحنا كمان بالنسبة للضمان الصحي لجميع الأطباء ان يلتزموا بالضمان الصحي. حضر هذا المؤتمر عدد من المعنيين والمشاركين وقدموا أطروحاتهم التي تخص عملهم.